السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعزائي طلبة الشهادة الإعدادية، أهلا بكم مرة أخرى في دراسة مادة العلوم في الوحدة الأولى، ألا وهي التفاعلات الكيميائية. النوع الثاني اللي هنتكلم عنه النهاردة وهو الإحلال. تفاعل إحلال، كلمة إحلال يعني استبدال، وبالتالي أما أجي أقول لك إحلال في نوعين من الإحلال، إحلال بسيط وإحلال مزدوج. إحلال بسيط زي ما اتفقنا هو إحلال عنصر فلزي أنشط من عنصر فلزي اخر اقل نشاطا. طب مين اللي هيتحكم؟ مين اللي هيقول لي ان ده فلزي نشط ومين اللي هيقول لي ده فلزي ضعيف؟ هقول في متسلسله اسمها متسلسله النشاط الكيميائي. طبعا المتسلسله تحفظها زي اسمك من الاعلى الى الاسفل، وهي ترتيب الفلزات ترتيبا تنازليا حسب النشاط الكيميائي. فمن اول المتسلسله من فوق بوتاسيوم صوديوم باريوم، نحفظ كده مع بعض بالترتيب، مره في مره هنتعب بس هتلاقي نفسك حفظتها تلقائي. بوتاسيوم صوديوم باريوم كالسيوم مغنيسيوم الومنيوم خرسين حديد قصدير رصاص هيدروجين نحاس زئبق فضه ذهب. دي اسمها متسلسلة النشاط الكيميائي، وهي ترتيب العناصر الفلزية من الأقوى نشاطا إلى الأضعف نشاطا. يبقى اذا الفلز النشط هيحل مكان الفلز الضعيف، واتفقنا ان انت ما تقدرش تحدد مين القوي ومين الضعيف غير لما تبقى المتسلسله قدام عينيك وعارف ده هيحل مكان ده ولا ده مش هيحل مكان ده، يبقى انت عارف مين اللي فوق اقوى واللي تحت اضعف منه. فاول ما اقول احلال بسيط يبقى عنصر فلزي هيحل مكان عنصر فلزي اخر، فاول معادله هناخدها في تفاعلات الاحلال البسيط الا وهي احلال فلز محل هيدروجين الميه. وبالتالي اول ما اقول لك احلال فلز محل هيدروجين الميه هنجيب مين؟ فلز ناشط، منها فلز الصوديوم. فالصوديوم اما اجي استعمل الصوديوم زي ما احنا شايفين على الشاشه كده بيكون مصحوب بانطلاق حراره شديده جدا، عشان كده اما اجي اعمل المعادله لازم حضرتك تبقى تستعمل قطعه صغيره جدا من الصوديوم. اما يجي مثلا المعلم بتاعك يعمل التجربه في المعمل لازم ياخد حته صوديوم صغيره. ليه؟ عشان التفاعل ده مصحوب بانطلاق حراره شديده جدا، وبالتالي اكون حريص جدا وانا بتعامل مع الصوديوم. فهجيب قطعه صوديوم واحطها في كوب به ماء. طبعا الصوديوم ان الميه H2O. طبعا انت زي ما انت شايف كده على الشاشه ان الصوديوم هيطرد الهيدروجين. هتقول لي هيطرد ليه؟ لان دخلت انت حفظت المتسلسله وعرفت ان الصوديوم فوق والهيدروجين تحت، فالصوديوم اعلى نشاطا من الهيدروجين هيطرده ويخش مكانه، فيقول لك هيطلع لي 2NaOH ويتصاعد غاز الهيدروجين. طب اعرف منين اللي غاز اللي طالع هو هيدروجين؟ هنجيب شمعة زي ما احنا متفقين فيحدث فرقعة. الفرقعة دي على اساس ان اي الغاز اللي بيطلع فرقعة هو غاز الهيدروجين، تمام؟ هذا التفاعل مصحوب بانطلاق حرارة، عشان كده بقول عليه تفاعل طارد للحرارة، تمام؟ يبقى لما يجي يقول لك بعض الملاحظات اللي انت بتلاحظها وانت بتتعامل مع الصوديوم، يجب الحذر عند اجراء تفاعل الميه مع الصوديوم لانه مصحوب بانفجار، يجب وضع قطعه صغيره من الصوديوم لانه هذا التفاعل مصحوب بانفجار، تمام؟ واللي بيعمل فرقعه هو غاز الهيدروجين. طيب التفاعل الثاني اللي هنتكلم عنه هو احلال فلز محل هيدروجين الحمض المخفف. طبعا احنا اتفقنا مع بعض اما اجي اقول لك فلز هيجي يتفاعل مع حمض مخفف يبقى هيطرد الهيدروجين ويدينا ملح ويتصاعد غاز الهيدروجين، يبقى الغاز المتصاعد وانت بتذاكر كده تبقى حافظ الغاز المتصاعد هو غاز الهيدروجين، تمام؟ وكل عنصر فلزي هيتفاعل مع الحمض المخفف فيدينا نشاط على حسب قوته، وقوته جايه من المتسلسله نفسها، تمام؟ طيب انا لو معايا ثلاث انابيب، جبت انابيب اختبار ثلاثه، واحده الثلاثه حطيت فيهم حمض هيدروكلوريك مخفف، تمام؟ وحطيت في الاولى خرسين والثانيه الومنيوم والثالثه نحاس، لقيت الخرسين اتفاعل والالومنيوم اتفاعل بينما النحاس لا يحدث تفاعل. انا سامعك دلوقتي بتقول لي النحاس ما حصلش تفاعل ليه؟ تقول لي علشان المتسلسله بتقول لي النحاس ما يقدرش يطرد الهيدروجين، ليه؟ عشان الهيدروجين اعلى نشاطا من النحاس، وبالتالي لا يحدث تفاعل مع النحاس. طيب لو انا جيت بقى جبت الخرسين، خلاص انت حفظت المعادله الخرسين زد ان وحمض الهيدروكلوريك المخفف اتش سي ال دايل يعني مخفف، احط على السهم كده دايل، تمام؟ فالخرسين هيطرد الهيدروجين ويخش مكانه فيدينا زد ان سي ال 2
ويتصاعد غاز الهيدروجين. سامعك انت كده؟ كتبت قبلي وعرفت المعادله هتمشي ازاي. الخرسينه هيطرد الهيدروجين ويخش مكانه، تمام؟ طيب في تفاعل الالومنيوم مع حمض هيدروكلوريك، هذا التفاعل وانا بتعامل معاه لازم اكون حريص جدا ان التفاعل ده ممكن في الاول بدايته ما بيتمش. ليه؟ علشان بيكون طبقه من الاكاسيد على الالومنيوم، فاي مثلا صنفره او اي حاجه بسيطه كده ممكن امسحها على الالومنيوم فيرجع لايه؟ فلز طبيعي ايه اقدر اتعامل معاه في المعمل. فبجيب الالومنيوم وفعله مع حمض الهيدروكلوريك زي ما احنا موجود قدامك على ايه الشاشه، الالومنيوم مع حمض الهيدروكلوريك HCl، الالومنيوم هيطرد الايه هيدروجين ويدينا AlCl3 ويتصاعد غاز الهيدروجين. طبعا احنا متفقنا ان احنا لازما نوزن المعادله، فالمعادله لازما اكتبها موزونه. طبعا انتوا متفوقين وبايه مقفلين ان شاء الله درجات الترم الاول، فلازم نكون ايه على نفس المستوى ده ان احنا نقفل الايه الماده، فلازم تكتب المعادله بالوزن بتاعها، تمام؟ طيب بالنسبه للنحاس قلنا ما بيحصلش تفاعل، تمام؟ طيب لو انت لاحظت كده ان تفاعل الالومنيوم مع حمض الهيدروكلوريك بيعتبر اعنف من تفاعل الخرسين. ليه؟ خلاص انا سامعك بتقول لي الالومنيوم انشط من الخرسين في متسلسله النشاط الكيميائي. طيب طبعا احنا عارفين ان تفاعل الالومنيوم مع الحمض خلاص اسرع عشان هو ايه اسرع منه او اسبق منه في متسلسله النشاط الكيميائي بالنسبه للخرسين. وخدها بقى مثال لاي حاجه في المتسلسله، تمام؟ اما عدم تفاعل الفضه، عدم تفاعل النحاس، الحاجات دي كلها اللي بعد الهيدروجين ما يقدرش يتفاعل مع مين؟ مع الاحماض. يعني اللي بعد الهيدروجين مين؟ عندك نحاس وزئبق وفضه وبلاتين وذهب، مفيش اي حاجه من دي تقدر تتفاعل مع الحمض عشان هي اقل نشاطا منها، تمام؟ طيب يجي في امتحان يقول لك علل يتاخر الالومنيوم عمليا في تفاعله مع حمض الهيدروكلوريك عن الخرسين رغم انه يسبقه في السلسله. تقول لي لان الالومنيوم بيكون طبقه من الاكسيد، هذه الطبقه بتمنعه من ايه التفاعل التي تأخذ فترة حتى تنفصل عن الفلز، وبالتالي يصبح الفلز معرض للتفاعل بعد فترة، تمام؟ طيب بعد كده هنتكلم على إحلال المغنيسيوم أو إحلال فلز محل فلز آخر في محلول أملاحه. فمثلا أما أجي أقول لك تعالى نجيب مغنيسيوم، تمام؟ وتعالى نجيب كبريتات النحاس، حط المغنيسيوم على كبريتات النحاس، زي ما انت عارف ان المغنيسيوم انشط من النحاس هيخش مكانه. طبعا انت عارف ان كبريتات النحاس لونها ايه؟ لونها ازرق. فما اجي احط المغنيسيوم على كبريتات النحاس هيدينا كبريتات المغنيسيوم ويترصب النحاس اللي لونه ايه؟ لونه احمر. طيب كبريتات المغنيسيوم عديمة اللون، يبقى انا معايا ماد محلول في الاول لونه ايه؟ لونه ازرق. اما حطيت عليه مغنيسيوم ادانا محلول عديم اللون زي ما احنا شايفين على الشاشه كده، وترصب النحاس اللي لونه ايه احمر، تمام؟ طيب بالنسبه للايه المعادله اللي الثانيه، وقلنا مع بعض الاحلال الايه البسيط في منه احلال عنصر فلز محل هيدروجين الميه، واحلال عنصر فلز محل هيدروجين الحمض المخفف، واحلال فلز محل فلز اخر في محلول ايه املاحه، تمام؟ طيب دايما اما انت عارف يقول لك ايه في امتحان يقول لك عدم حفظ محلول نترات الفضه في اواني من الالومنيوم. ليه؟ لان الالومنيوم يسبق الفضه في متسلسله النشاط الكيميائي فيحل محلها في محاليل املاحها مما يؤدي الى تاكل الاواني، تمام؟ ده بالنسبه للجزء ما ينفعش ان احنا نحفظ محاليل معينه في اواني معينه عشان ايه ابص دايما للمتسلسله من النشط ومن الايه ومن الضعيف، تمام؟ طيب تعال نتكلم على النوع الثاني وهو الاحلال المزدوج. كلمه احلال قلنا استبدال، مزدوج يعني شقين، وبالتالي لازم يكون عندي شق مركب ايوني، شغله كله هيبقى على المركبات الايه الايونيه. فاحنا بس هنتكلم بس حاجه بسيطه كده على التعريف، وهنسيب ايه بقيته ان شاء الله للدرس الجاي هنتكلم عنها بالتفصيل. فالاحلال المزدوج هو تبادل بين شقين مركبين ايونين، يبقى انت شغال كله على مين؟ على الايونات.
يبقى هنا اقول المركبات الايونيه ايون موجب وايون سالب، وزي ما احنا متفقين ان الصيغه بتكتب ايه؟ بتكتبها اما اقول مثلا صيغه كبريتات الصوديوم يبقى ان ايه هي الايون الموجب، والكبريتات اس او 4 هي الايون السالب. يبقى دايما اما اقول ده مركب ايه شقين اقول عليه مركب ايوني، شق موجب وشق سالب. فانا بفعل او بيحصل تبادل مزدوج بين شقين مركبين ايونين لانتاج مركبات ايونيه جديده. تمام، المركبات الايونيه اللي بتطلع ديت بتبقى جديده جايه من مين؟ من الشقين نفسهم. طبعا احنا هنتكلم على الاحلال المزدوج ان شاء الله هنكمله المره الجايه، بس احنا هنتكلم على التقسيمه نفسها. هقول تفاعل حمض مع قلوي ده اسمه تفاعل تعادل، وهنفعل الحمض مع ملح الكربونات، وهنفعل الاملاح مع بعضها فاحدهما يترسب فبسميه تفاعل الايه الترسيب. كان معكم مستر محمد هيكل.